وصلنا لفقرة جديدة بصباحنا لليوم، واليوم رح نحكي عن الشعر الغنائي اللي هو من المعروف أنه هو حالة إبداعية بتعتمد على اللهجة المحلية وعلى الكلمة والقافية والمعنى. ودائما بيقولوا أنه اللهجة المحكية بتكون أسهل أو أبسط، يعني بتقبل النغمات الموسيقية أكثر. دائما بنقول الشعر وقت اللي بيكون نفس الوزن ونفس القافية بيعطي جمالية وحالة إبداعية جدا جميلة يا ليلى. تماما يا رشا، والشعر الغنائي هو الشعر اللي بيصدر عن عواطف الشاعر، انفعالاته، وجدانه، وأيضا تجاربه الذاتية. بالمختصر اليوم هو تعبير عن عواطف الشاعر من خلال الكلمة. بحديثنا اليوم رح نرحب بضيفتنا الشاعرة السيدة رحاب خداج. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. حتى صباحك شعر، يعني حتى كلمة الياسمين معتادي. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يا هلا بالروح، لعنسمة الياسمين معتادي، للروح طعم وسحر عطره يبوح، وعطرك نسيم وسكر زيادة. يسعد صباحك وصباح المشاهدين جميعا. يسعد صباحك. ان شاء الله يا ربي يشفي كل جروح الناس. امين يا رب. ويطلع صباح النور على بلادي يا رب. هي أمنية الجميع. أول شيء بدي أقول لك يسعد صباحك، وشكرا لهالكلمات الجميلة الافتتاحية من حضرتك ست رحاب. يعني اليوم عم تلقي هذا الشعر وعندك حالة إحساس كان واضحة جدا وأنت عم تقوليها. إذا بدك تحطي هيك عنوان الشعر اللي أنت بتحبيه أو بتصوغي، شو بتقولي لنا؟ الشعر المحكي هو هوية البلد وهو وجهها الجميل. نحن بنعرف الناس لما بتحكي من خلال لوين بتنتهي، من خلال لهجتها العامية الجميلة. والشعر المحكي له دوره، له دوره الكبير على مستوى البلاد، لأنه مش بلد وحدة. نحن عم نحكي عن الشعر العامي على كافة بقاع الوطن العربي. كل شعر عامي حكى مسيرة البلد بمصداقية، عبر أجمل التعبير وأصدق التعبير عن حالة الناس العايشة بالبلد، بدءا من انتصارات وصولا لخيبات لانكسارات لتعب الناس، حالة الناس المعاشة. حالة الناس المعاشة من طرق القضايا الكبرى، بدءا من القضايا الكبرى لوصل للأشياء الدقيقة، للوصف الدقيق، للأشياء البسيطة والصغيرة، كلها تطرق للشعر العامي حتى حكى عن تاريخ البلاد. واللي بيبحث يعني أكيد رح يلاقي اتساع كبير بالشعر العامي، بمسجلين تاريخ البلد بالأوقات اللي كان صعب تسجيله، وقت الاستعمار وبالزمن اللي كان فيه احتلال، كان صعب انكتب بالجرائد شو عم بيصير، لكن كان الشعر العامي يطرحه. طب اليوم في عنا الشعر الغنائي وايضا الزجل، خلينا نتعرف عن الفرق بين الاثنين. هلا الشعر الغنائي فن من فنون الشعر، هو بند من كثير الانواع للشعر المحكي. في منه الشعر المحكي اللي تحتيه بنود تقع الزجل، المخمس المردود، المعنى، القصائد الطويلة، وفي منه الشعر الغنائي. هو كله هاي مع تطور الحياة صار في شعر غنائي، مثل ما صار في القصيدة مثلا، النثرية بالفصيح. فتطور الحياة إجباري بده يؤدي لتطور. أعطينا جرعة هيك شوي من حضرتك، شو حابة تسمعينا اليوم شعر؟ لا خلينا. بتميلي للغزلي، بتميلي للوطني، بتميلي لقضايا الناس، شو بتحبي يا ست رحاب؟ بتحسي حالك إنه أنت بتلاقي حالك هون بهذا الشعر؟ هو الشعر حالي صادقة للإنسان، يعني أنت أي حدث في جوات نفسيتك، أي شيء بيأثر عليك، يعني مش ما موضوع واحد اللي عم تطرقي له، انت عم تطرقي لاكثر موضوع. فاجباري الشاعر باللا شعور هو بده يتطرق للسياسي، بده يتطرق للغزل، بده يتطرق للحياه الاجتماعيه، بده يتطرق للقصائد هيك اللي فيها وجدانيات. تمام. يعني هاي حالي. سمعينا شيء من حضرتك.
خليني استهلها بشجرة، شجرة عباب الدار بتقلي، قومي مع طلوع الفجر طلي، اصحى عغفلي اصحى عغفلي يجفل النسرين، ولا عهمسي ترتعش فلي، شوفي الندى غاشي على البستان، هفهاف غيمه للمدى محلي، وعصفور بسريره صحي سكران يرشف بكاس النور ويهلي، وشوش بعب صغار هالنسمات مرح جناحه مواج عالتلي، وشوق الندى قلبه عصر حبات وعقود لولو وسحر متدلي بمعبده اللي بقلب هالوردات، الله راكع بمحراب الحلا يصلي. الله عليكي، يسلم هالتم. اليوم رحاب كل شخص في بمجاله، بأي مجال بيكون هو بيشتغله، في أشخاص بيأثروا عليه، هل كان في شعراء لهم تأثير على حضرتك وعلى النمط اللي حضرتك اتخذتي؟ هي أكيد بيكون نتاج لزمن طويل من القراءات. هلق يعني الفصيح بكافة مجالاته قريته. للشعراء الكبار يعني إلي أبو ماضي قريته كله، يعني جبران خليل جبران، مشاري الخوري، الشعراء الكبار من العصر القديم حتى العصر الحديث، يعني المتنبي. نيجي لمجالات المحكي، في عنا شعراء كبار، طلال حيدر، الأستاذ الكبير فؤاد حيدر عنا بسوريا، قرأنا لإلي أبو شديد بلبنان، لميشيل طراد، للرحابني بالعمالقة الرحابني بعظمتهم. الحقيقة مش عم أكذب عليك، يعني نزار فرانسيس اللي سمعت له أغاني، لكن ما قريت ديوان إله، قريت لجوزيف حرب، قريت للعبقري سعيد عقل اللي كتب الفصيح والعامي. فأكيد كل شاعر نحن بنقرأ له بالآخر بنتأثر فيه، بيأثر فينا. وهي الكم اللي انت عم تقريه بأثر بمدى قيمة المعلومة عندك، بمدى قيمة الصورة والأدب بيمنحك، يعني القراءات على طول بتمنحنا أشياء كبيرة وحلوة. صحيح. ست رحاب، اليوم عم نعيش فوضى وضجيج، فوضى السوشيال ميديا اللي بعدت البعض عن هذا المجال، بنظرك اليوم عم بتحسي انه ما زالت الكلمه والشعر موجودين، او بس خلص صار فئه من الناس مهتمين فيها، ما تبقى راح بموجه السوشيال ميديا؟ هلق بالضياع الموجود، اذا الانسان بشكل عام ما بده يهتم بالكلمه وبالادب فهو بده يعيش حياه الفوضى طبيعي. لكن الانسان اللي بده يكون له مكان وحياه تستحق الحياه بده يكون هو يتعب على حاله ويتعب على وعيه وعلى ثقافته ومجالاتها التسلية، يعني يمكن تاخذ من وقتنا وتحرق وقتنا، لكن بالآخر ما بتبني شخصية ولا بتبني ولا بتزيد ثقافة أصلا إنسان، يعني له مكانة. تمام. أنا هيك برأيي. حتى إذا من نتطرق للفنانين اللي استسهلوا الكلمة، كلنا بنعرف انه ما عاشت اغنيتهم، يعني هاي الفقاعات عم تنتهي بتطلع دليل تعلقنا بالاغاني الماضي. نعم. ومنشوف بحجه انه الجيل الحديث هو عم يطلب هيك، لا جيل الحديث انا عم نختلط نحن مع الجيل الحديث وبنشوفه انه عم يهتم بالفنانين العمالقه. يعني حاليا نحن بنشوف الجيل بيهتم بكاظم، السيد كاظم الملحن الرائع، كاظم السار اكثر، والمطرب الرائع، بيهتم بالقامات الكبيره. نعم. اكثر ما بيهتم بالقامات الصغيره حتى الجيل. فيعني هاي الطفرات في الى ناس طلعوا، وهي بالاخر طفره ما راح تدوم، يعني على المدى البعيد.
تماماً. اليوم كل شاعر أو فنان أو أي شخص بمجال عمله ممكن شيء يكون كتاباته، ممكن تكون أعماله شيء من دافعه، من دوافعه النفسية أو يمكن حالته النفسية أو الاجتماعية. اليوم حضرتك توجهاتك بالكتابة أو بالشعر الغنائي بشكل عام، خلينا نحكي عم بتكون الحالة الاجتماعية العامة أو المحيط اللي حولك أو الشيء اللي عم تعيشي أنت؟ يعني شو هالتنهيدة؟ معناتها أكثر كتاباتك هي من أوجاعك أو من انفعالاتك؟ يعني هالعمر منا، هالعمر منا بينسرق سرقة، الله، وسيف الزمان برقبته ماضي، نفرح لملقى وتضحك الفرقة، وكلها حكاية تصير من ماضي، ومازال دخلك هالعمر مرقة، ولا أنا راضي ولا الدهر راضي، عشو منطمع بالحياة نبقى، وعداد عمري كر على الفاضي. وصلت رسالتك. تنهيدة اجت مع السؤال، مع هذا الشيء اللي طلع من القلب يعني. عن جد. طيب ست رحاب، اليوم شو دوركم اليوم لتنموا مثلا تحافظوا على هاي الشعر الجميل، على القافية، على الوزن؟ كيف دوركم بتصديره للأجيال الجديدة؟ أو يعني بتحاولي أنه دائما أنه تكتبي على صفحاتك، تنشري الوعي بأهمية هاي الحالة؟ طبعا أنا عندي صفحة على الفيسبوك، يعني صار يعني موقع مجال للظهور، من خلاله لظهور اللي انت بتحبي يظهر، يعني الحاله اللي انت فيها النفسيه، ومجال كمان لانت نافذي الك على العالم بالنهايه. ف تركون هيك اليوم انكم تضلوا تكتبوا وتوعوا، وهو نافذ يعني اليوم كل الناس عم تشوفك، يعني عم تشوف شو عم تكتبي. اذا ما نتطرق لهيك انه نحن اللي بيدخل على صفحتك هو المهتم، صح، واللي واللي بيقصد هيك مواقع هو اللي بيهمه هالموضوع، صح. بالنهاية ما فيك تفرضي انت على المجتمع شغله هو ما بده اياها، وشي طبيعي انه المجتمع له حريته بالانتقاء. لكن انه الواحد يوصل او الشاعر يقدر يفعل بمجتمع، ها بده مؤسسة كبيرة، بده أكثر من حدا. يعني شاعر لحاله، حتى إذا ما نقول اتحاد الكتاب العرب، حتى وزارة الثقافة، إذا ما انتعب بالإعلام والتوجيه للأغنية الأجمل والكلمة الأجمل والإثبات الشخصيات القامات المهمة، وما نحن نشجع، ما يكون في تشجيع للفتات البسيط، فأكيد هي عمل مؤسساتي. يعني شعر لحاله ما بيقدر يعمل شيء، بيعمل باللي حواليه. إيه؟ بيأثر باللي حواليه مؤثر. يعني اليوم أنا سمعتك حبيت، يعني إيه؟ فاليوم بجوز كل ما نزلتي على صفحتك وكانت صفحة عامة، أنا أدخل أو أسمعك بالصدفة ليلى تسمع تحب. يعني اليوم أنتوا مسؤوليتكم الضخ بهي الحالة، كرمال الناس، كرمال تكون حالة عامة يعني عند الناس. يعني ما هي نحن عم هاي بدها حالة مؤسسية كبيرة، قلت لك نتمنى هيك الدعم. نحن قادرين على التأثير على بيوتنا، مثلا طلع عنا الحمد لله من خلال البيت أجيال ناجحة، مثلا طلعت عنا مثلا من خلال العائلة في ناس ناجحة. هلق على المستوى البسيط أنت قادرة تأثر كشاعر، ككاتب، كأديب، الجو اللي حواليك، الناس اللي بتعرفك قادرة تأثر فيها، حتى مشاكل أنت قادرة تدخلي فيها وتحليها. لكن على مستوى مؤسساتي أنت ما فيك تشتغلي. يعني أنت هون في وطن عربي كامل، أجيال انفتح إلى النت وانفتحت إلى الفضاءات ونوافذ العالم كلها مفتوحة. كفرد لحاله ما بيقدر يعمل، يعني صحيح، الهائل ما بيقدر يعمل شيء. ذكرتي نقطة كثير مهمة، هو السوشيال ميديا، اللي اليوم الأجيال الصغيرة وخصوصا المراهقين اليوم عم يروحوا وراء الشغلات اللي ما إلها قيمة، أو خلينا نقول التفاهات اللي هي عم تعمل ترندات أكثر من الأشياء تماما اللي هي مفيدة، مثل الشعر وغيرها وغيرها. اليوم قديش مهم كمان دور الأهل. حضرتك ذكرتي إنه أنت بمجالك أثرتي على عائلتك، على محيطك، ولكن الأهل دائما لهم دور كبير بهذا الشيء. طبعا
الأهل هن لهم دور كبير، وطبعا المؤسسات إلى دور. يعني نحن لما بشوف أني حتى التعليم بالمدارس ما عاد مثل الأول، أنا بحزن. صحيح. بحزن لأن هاي دور مؤسساتي. نعم. هاي دور مؤسساتي، مفروض أن نحن نتعب عليه كمجتمع، مفروض نحن نساهم فيه، لكن نحن مش كل العمل إلنا. خلينا نختم بشيء يكون الختام مثل ما بلشنا بصباح جميل. يكون ختام فقرتك كمان بكلمات من حضرتك. خلينا بشوي هيك كمان نرجع ل تفضلي. اليوم رح أقول تفضلي. خلي حبيبي. توقعت بدك تقولي غزل. هي وجداني. قال لي حبيبي اصحى تنسيني، بكره نمت بغربتي وحدي، تبقي مرقي على الدرب واحكيني، وايدك على تراب الهوى مدي، بتزهر الارض بشراييني، واسمعي صوت الزهر بقلك، هذا العطر مسكوب من عندي، جاوبوا حرق الدمع بعيوني، حاجي بقلبي تجيب وتودي، قصر الزمن أو طالت سنيني، هو العمر أيام بتعدي، وإن فرقتنا ريح مجنوني، لابد ما الساقي بيوم الطوف، يا بتنقل ترابي على حدودك، يما بتنقل عطرك العندي. عطرك العندي. الله عليك. شكرا. رح أختم لكم إياها بمقطع صغير. تفضلي إن شاء الله. كاسك حبيبي، هاي رح حقق لك اللي الغزل اللي بتحبيه. كاسك حبيبي رن عمر الكاس، هو العمر رني على الإحساس، درب الحياة منولد ومن روح، درب الحياة منولد ومن غيب، بحر الغروب. لحظة بس. حالتك وصلت ست رحاب، وكلماتك وصلت، لأن أنا بتشكرك لأنك تلبيتي يعني رغبتي بهي الختام. بدنا نتشكر حضورك لليوم، نتمنى لك هيك رصيد جميل جدا من الشعر والتأثير على مو بس الحواليك، على الرأي العام. أهلا وسهلا بحضرتك. جدا وبحترم محطتك. أكيد ونحن بنشكرك. وإلي الشرف كون بينكم. مشكورين. يا هلا. أكيد نحن بنشكرك، نتمنى لك التوفيق دائما.